اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه مع الاستاذ مساعد العبدلي والدكتور مدني الرحيمي هما ضيفا الحلقه. ونذكر انه عامر عبد الله هو صاحب خبر بقاء محمد نور في الاتحاد، راح اقولها 100 مره اليوم عشان اكون مبسوط من ابو عبد الله. الازمه الماليه اللي في الانديه بدات تزحف وتقتحم اتحاد القدم، التقرير التالي يتحدث عن هذا الموضوع. تعيش الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري زين السعودي للمحترفين هذه الأيام أزمة مالية خانقة جراء تأخر هيئة دوري المحترفين في صرف المستحقات الخاصة بها، ولعل تأخر بعض الأندية في تسليم رواتب اللاعبين لعدة أشهر ظهر جليا هذه الأيام، خصوصا مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية وتسجيل اللاعبين. فلاعبون كثر ستظهر مطالبهم في هذا الوقت بالذات، لعلمهم المسبق بأن نظام الاحتراف لن يسمح بتسجيل الأندية لأي اسم جديد قبل أن يتم تسديد جميع رواتب اللاعبين. حقوق عديدة غائبة عن خزائن الأندية منذ الموسم الماضي أغابت رغم أحقية الأندية بها. لماذا؟ الإجابة لدى هيئة دوري يسمى دوري زين السعودي للمحترفين. نعلم جيدا أن هناك عدد من الأندية ذات مداخيل عالية لما تملك من عقود رعاية، لكنها في حقيقة الأمر باتت تعاني كغيرها من الأندية الأخرى صاحبة الدخل المحدود. أما لماذا؟ فذلك لأن تعاقداتها كانت بمبالغ ضخمة. الحال نفسه بات ينطبق على بعض الجهات التي أوقفت تعاملها مع هيئة دوري المحترفين جراء عدم حصولها على الدعم المادي الذي يسير العمل. فلجنة الرقابة على المنشطات أصبحت خارج اللعبة رغم التخطيط المبكر والاستعداد الجيد، لكن الالتزام المادي من الهيئة كان غائبا وبالتالي أخفى عمل اللجنة هذا الموسم. إذن نحن أصبحنا في مأزق يصعب الخروج منه إلا بتدخل المسؤولين عن رياضة الوطن وإنهاء هذه المعضلة التي تهدد استقرار النشاط الرياضي في أقوى دوري عربي. أبو ضفاف، أنت عاد رجل مالي وهذا ملعبك اللي أنت تحب تتكلم فيه. والله شوف، طبعا أنا في البداية أبدأ من لجنة الاحتراف، وأنا أشيد بحرص لجنة الاحتراف على أنها لن تسمح لأي نادي بأن يسجل محترفين محليين أو غير سعوديين وفي التزامات مالية سواء مرتبات أو مستحقات لأي لاعب كان. لكن في الجانب الآخر على لجنة الاحتراف أن تبذل جهد كبير مع هيئة دوري المحترفين، لأن للأسف هيئة دوري المحترفين لا تعمل باحترافية، يعني بعيدة عن المسمى بأمانة. لأنه أنت كيف تطالب بتطبيق نظام والأندية أساسا لها مستحقات لدى الهيئة لا تستلمها؟ يعني كيف أنت تقول والله سددوا المستحقات للاعبين وأنت أساسا لم تسدد المستحقات للأندية؟ أنا قبل أجي للاستوديو كنت أستمع إلى برنامج في إذاعة UFM، كان ضيف الأستاذ محمد النويصر مدير التنفيذي لدور المحترفين، وكان كالعادة طبعا يتكلم عن البوابات الإلكترونية وبيئة الملاعب والمطاعم والبوفيهات وأشياء كثيرة اللي دائما تتكرر. فعمل مداخل الأستاذ فهد مطوع رئيس نادي الرائد وقال باختصار، قال أتمنى أن أجد جواب من الأستاذ محمد النويصر، أعطونا يا جماعة خبر عن نصيبنا في أندية دوري زين من الرعاة الأربعة اللي هم زين وماستر كارد وطيران الإمارات وتويوتا. قال كل هذه الأربعة رعاة ضخوا أموال في هيئة دوري المحترفين ونحن جزء الأندية الأساسي لم نستلم ولم نعرف ما هو نصيبنا ومتى نستلمها حتى نستطيع أن نعطي الحقوق اللاعبين. للأسف ما في جواب، يعني أولا في غياب شفافية، بمعنى أنه كم مبالغ العقود أساسا اللي وقعت، لأنه الأندية من حقها أن تعرف لأن هي جزء من المنظومة، كم مبالغ العقود، كم مدة العقود، كم نصيب الأندية، متى ستستلم الأندية. إذا أنا من وجهة نظري لا يمكن أن تطلب من الأندية أن تسدد مستحقاتها أو مستحقات اللاعبين وأنت أساسا كهيئة منظمة لا تدفع لهذه الأندية مستحقاتها. التزم في هيئة دوري المحترفين بسداد مستحقات الأندية، ثم من حقك أن تعاقب الأندية أو تطالب الأندية بالالتزام. يا دكتور، أنا مع الأستاذ مساعد اللي قاله، بس أضيف إذا إحنا هذا من ضمن اللي تقول لك ليش أنتم ما تتكلموا قبل شوية، ليه ما تقولوا عن إيجابيات؟ ما هي الإيجابيات؟ هذه أكبر سلبية بتحطم في النوادي. وأقول لك إن هيئة المحترفين هذه هي واحدة من عوامل الهدم للكرة السعودية.
اذا انت زي ما قال لك بتتكلم وقلت يعني، اذا كان اليوم رئيس نادي الرائد بيتداخل ويقول انه اعطونا حقوق، والاستاذ محمد الناصر موجود على الراديو، طيب ليه ما رد عليه؟ ليه ما رد عليه؟ ها؟ مو تطلع لي لوحدك وتقول والله احنا سلمناهم ورسلنا لهم ولا عنده شيء يجيني، هذا مو منطق. هو دحين اليوم بيسالك ما جاوبت عليه استاذ محمد الناصر. وزي ما قلت لك الكلام، احنا ما حد يعرف ايش العقود وايش قيمتها وايش لون للنادي. يا اخي لازم النقل التلفزيوني، انت الان مر نصف الدوري السعودي دوري زين، والانديه لا تعرف ما هو قيمه العقد وما هي حقوق دخل الانديه بنادي، وبعدين تقول له اعطونا ميزانياتكم، اعطيك ميزانياتي عليه وانا ماني عارف ايش عندي داخل لي فلوس. يعني ايش منطق معوج 100%، يزعل اللي يزعل خلاص. اما انكم تكونوا فعلا محترفين واحترافيه فعلا وانتم تنظموا نفسكم ثم تتنظم الانديه، اذا انتم الراس على الانديه، انتم منظمين يا اخي. يعني الاحظ من جميع الاراء انه هي الدوري المحترفين الان هي في مرمى السهام. بس بالعكس خليني اكد على كلام دكتور، يعني اضافه للموضوع مداخله الاستاذ فهد مطوع، قال بحرف الواحد، قال انا لدي معلومات مؤكده بانه عقد زين 100 مليون في السنه. الاستاذ محمد الناصر نفى، قال لا هذا المبلغ مو بصحيح. فقال للمذيع، قال له الزميل نبيل نقشبندي، طيب المبلغ يعني كم؟ قالوا لا هو يقول 100 مليون، انما هي ما هي 100 مليون. طيب إذا كان أنت مدير التنفيذي، ما أنت يعني مو معقول ما أنت عارف، أكيد عارف. بالتالي الآن رئيس نادي الرائد يقول 100 مليون وأنت تقول لا هذا المبلغ مو صحيح، طيب كم المبلغ؟ يعني زي ما تفضل دكتور مدني، هذه ميزانيات أساسا. إذا أنت تطالب الأندية بميزانيات لابد أن يكون هناك ميزانية أيضا للهيئة، يعني يجب أن نعرف مداخيل الهيئة وأين ستصرف هذه المبالغ، ما هو نصيب الأندية، أيضا النقل التلفزيوني، كل هذه الأمور. أنا اللي أقول أنه لابد أن يكون بالضبط رأس الهرم هو المضبوط قبل أن تنظم ما هو في نهاية الهاتف. طيب معنا على الهاتف حق الرد على كل ما طرحتوه الأستاذ محمد النويسر. أبو عبد الله مساك الله بالخير. أنا مرحب، الله حييك ورحب بضيوفك الكرام. أبو عبد الله، أنتم هاليومين في مرمى الكلام، في مرمى السهام. أدخل عشان ما أضيع وقتكم، أدخل مباشرة. تفضل. أولا نشوف يا إخوان، أنا اللي أقول يا إن شاء الله أني أفادك فيه. عندنا نظام في هيئة الدوري المحترفين إن كل خمس جولات يتم توزيع المبالغ الخاصة بالأندية، ورؤساء الأندية الحين يسمعوني، إذا واحد منهم قال لي إن هذا مو بصحيح يتداخل معنا. كل بعد خمس جولات نعطيهم في مكافآت، ومكافآت الفوز، وفي مكافآت للشركات اللي مشتركة معنا في ماخذين إعلانات، أول اللي تحصل على الإعلانات. طبعا هو الحقوق التجارية موزعة واضحة، الأندية تملك 75% وإحنا نملك 25%، مقابل هذا ندير الدوري بشكل عام ونسدد وندفع فيه مكافآت وندفع فيه للحكام وندفع فيه أيضا للجان العاملة، بالإضافة إلى الشركات اللي تعمل معنا من أجل تحقيق متطلبات، خاصة متطلبات الاتحاد الآسيوي اللي 11 معيار، واللي تكلمنا عن موضوع الجماهير في أكثر من 10 معايير مالية وإدارية، ولخم ساعات مع مؤسسة النقد، يعرف KPMG من أشهر الشركات المالية ويمكن تشتغل مع مؤسسة النقد، كانوا مسؤولين عن التنظيم المالي وفصل كرة القدم عن 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 الألعاب المختلفة، وفي معلومات متعددة ممكن أشرحها لكم وقت آخر. كل بعد خمس جولات العام الماضي ما في ولا نادي أنا أقول لك له أي مبالغ عندنا سددت جميعا. السنة هذه كل خمس جولات يروح لهم مبالغ الخاصة فيهم. أنت الحين انتهينا من جولتين سلمت لهم كاملة. الكلام اللي يتكلمون عن النقل التلفزيوني، أنا ما عندي هذا الموضوع، مو بعندي نهائيا، عند وزارة المالية والتلفزيون السعودي وليس لي علاقة فيه. موضوع إعانة الاحتراف هذه عند وزارة المالية وليس لي علاقة فيها كهيئة دوري المحترفين. هذا اللي بس بوضحه بشكل سريع. موضوع ان الحين تتكلمون على تراخيص الانديه، تراخيص الانديه هذه عشان الانديه نجهزها 2013 لازم يكون عندك فريق متدرب وفريق مؤهل. اللي يمكن الاخ، يمكن عندنا مجموعه درسناهم بعثناهم برا دراسه المجتمع وهم اللي قاعدين يدرون العمليه، الاخ محي عبد الفتاح ناظر، بدر الشمري، وفي ايضا اديب هاشم، في مجموعه من الطلبه لان يدرون العمليه. اذا الانديه السعوديه وهالبرنامج ما ينفذ بالحذافيره اللي قاعدين نهيئه ويحتاج الى شركات ايضا تعمل معك، نستطيع. اللي خلانا ناخذ اربع مقاعد في الماضي هو احنا نشتغل كفريق ومع مجموعه عمل وايضا مع شركات، ونتعامل مع احترام الشديد
باحترافيه. الكلام اللي يقوله الاخ اللي قلت له يا اخ مساعد خدت جزئيه منها انه يتكلم على اخ فهد المطوع. الاخ فهد المطوع داخل معي اكثر ثلاث برامج وقال لي نفس الكلام. هو يسال اول شيء على موضوع عقدين، قال لي عشان جزء من الكلام تمنى قلته، قال لي العقد 100 مليون. قلت له اذا العقد 100 مليون انا مستعد ابغى يسمعني سمو الامير حسام بن سعود يتداخل ويقول لي المبلغ، اذا عنده وثيقه قال لي برسلها لي شخصيا. قلت له لا ترسلها لي شخصيا، برسل وسائل الاعلام مباشره. انا اللي بقول لكم اياه يجب ان نكون واضحين، كل المبالغ اللي اقول لكم اياها دفعت كل بعد 5 جولات. طيب في اي استفسار ايضاح من الاخوان انا موجود معكم. استاذ ابو عبد الله يا هلا ومرحبا. طيب اوكي، الاستاذ فهد مطوع قال 100 مليون وانت قلت له لا ما هي 100 مليون. انا سؤالي ما الذي يمنع المدير التنفيذي لهيئه دور المحترفين ان يعلن المبلغ المتفق عليه؟ يعني ما انا اعتقد هذه الامور بس خلاص بجاوب عليه. تفضل. اولا انا الحين اقول لك اياها، جميع الشركات، في شركات انا ما عندي مانع ان الشركات تعلنها ضمن الاتفاقيات مع جميع الشركات. مثلا اعطيك على كل الشركات اللي توقع معهم، يمكن لكم علاقات في بعض الشركات يعني خاصه بعض منها سعودي، ضمن البنود العقد انه ما يبغون يعلنون المبالغ لانهم قد يرعون دوريات أخرى مختلفة فيصير في مقارنات بين ما قدم للدوري السعودي وما قدم للدوريات أخرى، خاصة بعضهم حتى الشركات لهم شركاتهم غير موجودة في السعودية، فتصير في بعض العمليات المقارنة. إحنا بالنسبة لنا ما عندنا أي مشكلة، وحتى إحنا في اجتماع إن شاء الله هذا اللي اعترفين تأخرنا في عقد عند اجتماع مجلس إدارة الهيئة، كل الأمور حتكون واضحة أمامهم، وحتصرف اللي يصرف الهيئة اللي أدي لعملها وتشغيلها هو اللي يكون في ميزانية. بقية المبالغ حتتوزع على الأندية، علما أن الأندية لها 75% من اللوحات العلنية وتتصرف فيه بكل حرية. يعني الجهد يقول ما سوى شهد يا أخي. أنا أقول التنظيم الإعلامي الموجود في السعودية السنة هذه كنا في وضع مختلف تماما عما كنا عنه في الماضي، في مؤتمرات صحفية قبل المباراة بعد المباراة، الحكي اللي كان اللي يصير الفوضى اللي بعد المباراة ما انتهى منه، اللبس اللي يكون فيه اللي ينزلون فيه اللعيبة من مبيعات من منتجات الأندية اللي الحين تشتغل. أنا ما جزء بسيط الناس اللي قاعدين نبتعدهم ولا زلنا نحاول نطلع كوادر شبابي شباب مؤهلين متوسط الأعمار، الشباب اللي يشتغلون معنا ما يتجاوزون 25 عام. نبغى جيل جديد يختم الرياضة السعودية. احنا جالسين كلها فترات مؤقتة وتركين، لكن حريصين كل الحرص على ان يكون عندنا شباب السعودي قادر على قيادة الكرة السعودية في المستقبل. الأستاذ محمد النواصي رئيس التنفيذي لهيئة دور المحترفين، شكرا جزيلا لك. دكتور مدري تعليق أخير قبل أولاً تفضل. قبل النهاية أنا أقول أشكرك أستاذ محمد النواصي على ما قدمت، ولكن كل اللي بتقوله ده والشركات وهذا كله ما هو مقبول ولا مقنع ولا نقبله. أنت قول لي أنت دخلك كم عشان أعرف 75% حقتي فيني. انت تقول لي انا كل 5 جولات بعطيك، تعطيني كم عشان اعرف انا فعلا اخذت حقي ولا لا؟ وما اعتقد انه في مانع انه تعلن، لانه شركه الطيران الاماراتيه لما تعاقدت مع مانشستر لما الارسنال اعلنت الفلوس، فكيف ما تيجي معايا عشان ما تعلن؟ واي واحد من الشركات ممكن يعرف المبلغ، ليش عندنا ما احنا عارفين المبالغ؟ واما الكلام اللي بتقوله استاذ محمد غير مقنع، وكانكم ما اقول علني عن نفسي انا يعني تحجبوا الثقة ما بينكم وبين الشارع الرياضي، لأنه مو عارف. يا أخي قول أنا دخلي كده، أنت بتقول له ما هي 100 مليون، طيب قول لي كم؟ طيب أنت من التويوتا كم؟ ليش ما أعرف؟ لا مين المسؤول؟ مين صاحب الحق؟ أليس الأندية؟ إذا لا 75% وما عارف ما هي المبالغ، لازم تعرف المبالغ. نعم هذا يعني أبجديات المشاركه وابجات الحقوق. بعدين انتوا رئيس الهيئه المحترفين للدوري تقولي ما لكم علاقه بالتوقيع على النقل التلفزيوني؟ طب مين اللي مسؤول عني؟ مو انتوا المسؤول عني؟ انتوا كم جبتوا الانديه الشركات ده وعارفينها؟ وكم مداكم حق ولا تعرفوا متى؟ اذا الان نصف الدوري السعودي مر والانديه ما عارفه كم الحق وايش لها في الدخل. دكتور مدري احنا نشكرك لوجودك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك، شكرا لآرائك. نتمنى دائما نشوفك في برنامج كورة يا دكتور.
الله يخليك، شكرا لكم، شكرا يعني تحياتي استاذ مساعد، الله يحفظك ويخليك. شكرا دكتور ابو ضفاف، شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك، شكرا لارائك، شكرا للدكتور مدني، شكرا لكم. ما راح نقول موعدنا غدا بعد الفاصل. معنا الكابتن حسين عبد الغني في فقره للتوضيح فقط، للحديث على كثير من الامور.